صدقيني من هنا ورايح مش هتعرفي تعملي غير الساندوتش ده للاولاد، ولان طعمه والله يا جماعه طعمه في حته تانيه خالص. ساندوتش بيتعمل تقدري تحطي الفراخ دي تعمليها كفته كده، وبنعملها بطريقه خاصه جدا جدا هتشوفيها ان شاء الله معانا في الفيديو، وبتتحمر في الزبده يعني بتطلعي الكميه اللي انت عايزاها من الفريزر وتحطيها في السندوتشات الصبح سواء معاها كاتشب او مايونيز، وبعد كده بتحطي عليها سندوتشات الفراخ ديت وجربيها لانها طعمها في حته تانيه خالص، وتقدري تخزنيها. طعمها حكايه، هيطلبوها مني كل يوم ومش هتبطلي تعملها لهم عشان بجد طعمها خطير قوي. اول حاجه هنبدا نحضر عندنا خلطه الفراخ، نلبس عندنا الجلافزات ونروق نفسنا، وثلاث صدور فراخ عندنا، ولو عندك طفلين ولا حاجه كده ممكن يقضوا من السندوتشات دي اسبوعين اتنين كاملين. يلا بينا. هجيب عندي بصلايه ونبدا نقطعها مكعبات، فلفل احمر رومي نقطع منه شريحه حلوه كده، فلفل اصفر لو عندك، طماطمايه هناخد منها اللحم بس كده، وبعد كده بالسكينه وتعملي كده. شويه كزبره خضراء، فلفل اخضر رومي، بعد كده رشه ملح، شويه بابريكا صغيرين، ورشه فلفل اصفر. مفيش اسهل من كده، اقلب وعلى الكبه افرم كل الحاجات الحلوه دي مع بعضها. يلا بينا الكمية ديت على اتنين عشان الفرم يطلع مظبوط. بص متسمغة ازاي، ولو لقيتيها سايبة في ايدك ممكن تديها شوية بقسماط، لكن هي كده بصراحة 10 على 10. احلى كفتة فراخ هنعملها مع بعض، يلا بينا. اول حاجة ناخد حتة صغيرة كده ونجيب عندنا خل شيش ونبدأ نعملها زي الكفتة بالظبط اهي، ولو لقيتها بتلزق في ايدك بيلي ايدك بشوية ماء صغيرين طالعة ولا كلمة، نقوم واخدينها كده هوب ونقوم حاطينها هنا ورصينها. منتهى السهولة، ولا احط خلال شيش ولا أي حاجة، نقوم حاطينها كده، بعد كده نقوم جايبين كيس ونعمل كده. بص 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 بص، إيه رأيك؟ شغل فاخر من الآخر. أهو. ونشيلها، وبعد كده نقوم جايبين الكيس كده. بالظهر بتاع السكينة عندي، نقوم عاملين كده هوب 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 هوب، بس. نقوم شايلين ونركن ونعمل اللي بعده. بص بقت عاملة إزاي؟ يا عيني. هنعمل واحد كمان اهي، نعمل كده وبعد كده نحطنا في النص هنا، اقفل الكيس بتاعي كده بالشكل ده واضغط اضغط 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 لحد ما تعمل الصابع اللي انا محتاجه، واب نقوم شايلين ونعمل اللي بعده. يا عيني هنجيب حل على النار نحط فيها شويه ميه بالشكل ده، الميه السخنه نحط فيها بصل وحبهان وورق لورا، ونجيب مصفى على قدها، وبعد كده نقوم جايبين فرشه فيها زيت وندهن، هنبدأ ناخد صوابع الكفتة ونحطها هنا، عمرها ما هتلزق منك أبدا. ونعمل شوية شوية ونغطي عليهم. بعد 5 دقايق تعالي نفتح عليها. لزقت ولا أي لزقت. أهو اديها تقليبة كده ونقفل. وبعد 5 دقايق نقوم رافعين عندنا الغطا ونبدأ نشيل البشا ده كده ونحطها على طبق.
بص ماسكه نفسها ازاي اهي. ومن كل واحده واحده ادهن شويه زيت صغيرين ونبدا نحط بقيه الكفته بتاعتنا. اجيب عندي علب حفظ الطعام اللي قدام حضرتك ديت، واقوم حاطط ورقه زبده كده، وبعد ما الباشا ده يبرد كده بنبدا نرصهم بالشكل ده اهو. نرص سهله جدا، ومن كل واحده واحده ومن كل صف وصف نبدا نحط ورقه زبده كمان. نرص اخر رصه كده ونحط ورقه زبده من فوق، وبعد كده نقوم قافلينه قفله حلوه اوب، وعلى الفريزر لمده شهر عمرها ما تحصل لها اي حاجه، وطلعي يوميا واعمليها في سندوتشات. يلا بينا. والصبح بدري تقومي فاتحه العلبه بتاعتك ومطلعه على قد السندوتشات، تجيبي طاسه على النار تحطي فيها مكعبين كتير من الزبده. هنعمل مثلا اربع سندوتشات، نقوم حاطين اربع قطع. ونبدا نحمصهم كويس جدا. بص بقى بعد ما تاخد اللون الذهبي بتبقى عامله ازاي؟ انا مش عايز اقول لك الطراوه اللي فيها، انت لما تعمليها هتتاكدي من اللي انا بقوله. نحضر العيش. نفتح السندوتشات بتاعتنا. مايونيز. الخاص عندك تحطيه في العلبه كده زي ما هو، وتطلعي وقت ما تطلعي تحطيه كده بالشكل ده. ناخد عندنا الباشا ده كده ونقوم حاطينه كده. شكرا. الواحد بالكاتشب بقى. ناخد عندنا الباشا. طه ايه رايك في الجمال ده بقى؟ شغل فاخر من الاخر. العلبه بتاعتك محطوطه، وتعملي السندوتشات اللي حضرتك عايزاها، هتلاقي الموضوع مفيش اسهل من كده. تعال نجرب ونشوف. طعمها حكايه، هيطلبوها مني كل يوم ومش هبطلي تعملها لهم، عشان بجد طعمها خطير قوي. السلام عليكم.